مرة أخرى ظهر إمام المسجد الحرام السابق الشيخ عادل الكلباني في مقطع فيديو أثار فيه موجة من الانتقادات ضده وغضبا واسعا. ترى ما الذي فعله في أحدث ظهور له، ولماذا ارتبط اسمه بالانتقادات؟ هذا ما سنعرفه معا، تابعونا إلى التفاصيل. أهلا بكم. تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ عادل الكلباني وهو يقود دراجة نارية، حيث ظهر الكلباني وهو يرتدي بنطلون جينز وتيشيرت وصدرية ويجلس على دراجة من نوع هارلي في مقطع الفيديو الذي لاقى رواجا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي وانتقده من خلاله الكثيرون. انتقادات النشطاء ذهبت إلى أن الهيئة التي يظهر فيها الشيخ الكلباني والتي لا تناسب تاريخه، حيث كان يتولى مسؤولية إمام وخطيب المسجد الحرام قبل أن يتم إعفائه من منصبه. كذلك فقد سبق أن أثار الشيخ الكلباني الجدل قبل ذلك مرات عدة حينما ظهر في صورة الله على طريقة مسلسل صراع العروش، وذلك في مقطع دعائي لموسم الرياض. هبت هبوبها. ففي أول مشاهد المقطع الدعائي أطل الكلباني بثياب من العصور الوسطى وهو يقف على ربوة ليرقب تشكل عاصفة في الأفق مرددا عبارة هبت هبوبها، وتحول تلك العبارة إلى وسم من باب الضحك والتندر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. كذلك فقد سبق أن أثار إمام الحرم المكي السابق جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة رد فيها على مغرد سأل عن مصير مواطن سعودي لا يؤمن بما يؤمن به، ليرد عليه الكلباني قائلا: هذا ندعو الله أن يبتليه في جسده ويحرمه النوم والأكل. فأثار غضب الجميع، وجاءت الردود عليه أنه رد أحمق من داعية يفترض أنه محسوب على الإسلام والدعوة، إذ يقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كان قد صرح الشيخ في إحدى وسائل الإعلام عن فتوى تحليل الغناء والمعازف مضيفا بعدم وجود دليل يحرمه، ما شكل هذا حملة ضده من قبل العديد من الدعاة السعوديين، كان أبرزهم المفتي العام للسعودية، حتى أن الشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب الحرم المكي طالب بتطبيق الحجر عليها. فيما كتب الشيخ سعود الشريم إمام وخطيب الحرم المكي قصيدة عتاب بسبب هذه الفتوى، وعمل في بداية حياته في الخطوط الجوية السعودية لمدة 6 سنوات تتلمذ ذا على يد عدد من الشيوخ. كان قد تولى إمامة عدد من المساجد في الرياض، كان أبرزها جامع الملك خالد بن عبد العزيز قرابة 20 عاما. في 4 رمضان من عام 1429 للهجرة صدر تكليفه بإمامة صلاة التراويح في الحرم المكي بمرسوم ملكي، وفي 5 رمضان ليلة 6 رمضان أما المصلين في آخر ركعتين من صلاة التراويح إضافة لصلاتي الشفع والوتر. وقد تم إعفاؤه من الإمامة في الحرم المكي بعد انتهاء تكليفه لإمامة المصلين خلال شهر رمضان، ولذا فقد عاد للرياض ليثير الجدل من حين إلى آخر.